أيها الحفل الكريم، من أجل ثقافتي كان البيت زرتاوي، ومن أجل التمدن والتواصل في المجتمع وبين مجتمعنا والمجتمع الاغترابي كان هذا البيت الذي سيكون ملتقى لجميع أصحاب الفكر والقلم ولجيل يرغب المعرفة والعلم ويطمح لأن يجد نفسه رغم الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن. إننا اليوم نحتفل بتوقيع كتاب الحبر السري للآنسة رانيا دحدح، وهو التوقيع الثاني لبيت زغرتاوي منذ تأسيسه، وهمنا الوحيد أن نستمر معكم في نشر ورعاية الإبداع الزغرتاوي ليرى العالم ما يميزنا ويبرز هويتنا من عبق التاريخ والأمجاد. أحبائي، إن البيت الزغرتاوي سيطرح عبر ندواته اللاحقة جميع الهموم والمشاكل التي تعيق مجتمعنا وتحد من تقدمه، ونسعى معكم إلى خلق واحة فكرية تهيئ لأعمال راقية ومتمدنة تخلق مناخا أفضل لنسج العلاقات بين المقيم والمغترب. هذا المغترب الذي هو أحد الركائز الأساسية التي يبنى عليها الوطن وله الحق في التكريم والأنصاف. وشكرا.